المهم دابا على بركة الله غنخدمو. دائما البريكة كتعمر ليا الزيت، ما كتبغيش تخدم، باش تبقى معايا تخدم. هانتوما هنا ملي كنكملوا المساج. دابا البنيه ما بغيتش راكم عارفين، صافي ملي تيسخن تنبدلو تنخدم. شتو كنجبد داك العياء كامل. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم مساج مريح، ماشي غير مريح، واعر تشكروني عليه. ومرحبا بكم اللي بغى يجي لعندي، مرحبا في عالمي الصغير المتواضع. المهم على بركة الله، نوع من الثوب اللي او قطعة الثوب اللي كتكون كلها قطن، كنديروا عليها بعض الاعشاب اللي كتكون مريحة ومعقمة. وغنخدموا زي اللي دائما كتقولوا لي، انا كندير عليه واحد قطعة الثوب هنايا باش حتى لا طاحت شي نقطة ولا شي حاجة كيشربها. هانتوما يا عندنا اما زيت الزيتون او زيت نباتي، انا كنخدم بزيت الزيتون. وكنعملو حلا حمام مريم، عندنا اكليل الجبل، وعندنا اوراق الريحان، وعندنا اوراق السالميه اللي هي المرميه، وعندنا قليل من اوراق الخزامه، ماشي بودور الخزامه، اوراق الخزامه. وبعد المرات الا كان الشخص ما عندوش البروده راه كنضيف معاهم، ماشي البروده، الا ما كانش جسمه سخون وما عندوش ضغط عالي كنضيف معاه القرنفل. المكان القرنفل دائما كنخليه في واحد المكان في حال تحتاجه الشخص. المهم على بركه الله هذا المساج دائما كنشاركه معكم وغنعاود نشاركه معكم لانه فيه راحه في الجسم. الناس اللي عندهم مشاكل الكتف، اللي عنده الام الظهر، الرقبه، خصوصا في هذه العواشر هذه كاع النساء ضربوا التمارة، الرجال ضربوا التمارة، الشباب، كلشي كلشي الحمد لله يجعلوا عيد مقبول ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. كيبقى لنا بعد الاتعاب الجسديه كنبغيو ان شاء الله. المهم ما ديش على الصوت، راه عارفه ملي كنكون خدامه بحال هكا غالبا انتم كتشوفوا بعد ما كنكون خدامه انا عرقانه بزاف وتخرج، ولكن الحمد لله وليت بخير وعلى خير. دائما زيت الزيتون وكنخدم مساج القدمين ديالي وداكشي علاش وليت بخير. نبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم وما تنساوش اختكم نعيمه من لي لايك لي لايك، جزاكم الله الف خير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده تقول بس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا اللي كيصيفطوا لي التهنئه على الواتساب، حتى اللي ما كيصيفطوش لي التهنئه كنشكرهم بزاف، لان كيكونوا مشغولين، كاين اللي ما تيبغيش يدخل يكثر الكلام، كاين اللي يكون خفيف هكا سبحان الله، وكاين اللي عزيز عليا انه بحال انا من داك النوع اللي ما كندخلش عند الناس بزاف كنصيفط لهم التهنئه، ولكن الله اللي عالم القلب، تندعي مع الجميع، يعني ماشي اي واحد ما دخلش عندك راه ما تيبغيكش، لا، وماشي كلشي بحال بحال، كاين اللي سبحان الله عزيز عليه يصيفط التهنئه للجميع ودائما هكا خفيف ظريف. انا من النوع اللي ما كنصيفطش بزاف، يعني ما كنصيفطش تهنئه هكاك، ولكن الله عالم القلوب. ملي كنكون نصلي كندعي مع الجميع خصوصا بالليل ملي كيكون السكون. هانتوما يا نعمل واحد التدليك خفيف، نسخنو وغنوريكم النقاط اللي زوينه الناس اللي عندهم مشاكل بروستات هاد البلاصه هادي، النساء اللي عندها مشاكل الرحم، اللي عنده العمود الفقري، لان بعض النساء كيجيو عندي ملي تنمشي بحال هكا بالمساج، تنمشي بحال هكا مساج في العمود الفقري، اما تهربي يد يمين اما شمال، تيكون تفاوت فقط تيكون تقوس. هانتوما يا وكنعطيهم رياضه، كنقول لهم اشنو ديروا، زوينه ريحته والله العظيم الا ريحته زوينه هذا الزيت. هانتوما اللي عنده مشاكل في العمود الفقري هاد البلاصه من هنا
هنا آلام الرقبة ديال العنق، الناس اللي كيضرهم العنق ديالهم كيبغيو يتفرجوا. علاش قلت لكم دابا الحمد لله ملي كندير واحد الماساج وكنسخن كنخرج على الدار ديالي كنمشي، لأن المحل ديالي في كونفاس مع الدار، كان كيضربني البرد. يوم غدا يوم غدا كيمشي ليا الصوت، كيحرقني عنقي حرقني. الحمد لله في أقل من يومين 3 أيام كنعود بخير وعلى خير. وفضل هذا الماساج هذا ودهن زيت الزيتون، كندهن الرقبة ديالي وكندهن هانتوما اللي عنده السلسول ديال الظهر هاد البلاصة هادي. المهم خليكم معايا دقة دقة ونخدمو إن شاء الله على بركة الله. الريح العينين والريح الدماغ الأصابع. دابا انا فاش كنت قدام الكاميرا ما تعرفش نخدم الصراحه. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان شنو كنخدمه. ما نساوش التدليك، هنا غادي يبان لكم اكثر. هنا في هذه المنطقه هذه مهمه بزاف، النساء تيتصابوا بالقبض وبالاسهال في هذه الوقيته ديال العيد الاضحى، لان يعني بزاف ما كتعرفوش تاكلوا عيد الاضحى. غالبا ما نديروش مرقه لا بالبرقوق ولا بالمشماش، ولا نديرو اللحم مبخر، يعني نحاولوا نفوروه وغتشوفوا داك الدهنيات كامله ديال اللحم، داك الشحم وداك غتهبط. هيبقى لكم لحم صحي 100%، نديرو معاه نوع من الخضار اللي كتكون خفيفة وناكلوه بدون خبز. الله العظيم إلا ما تشبعوش منه مذاق رائع. الناس اللي عندهم مشاكل القبض للإسهال، مهم كيف ما درتو راكم غتريحوا الجهاز الهضمي كامل والجسد ديالكم كامل. فهمتوني انا بغيت نعطيكم نقاط وغنخدمو بالنحاس وما نساوش حتى الصيقه حتى هما راه مريحين. فاش كيجيو عندي النساء دابا كنتمناهم يشوفوا لي هذا الفيديو هذا ويعاودوا يحسوا بداك الشيء اللي كنخدم ليهم. تنخدم لهم بواحد الطريقه عجيبه وكيخرجوا من عندي فرحانين. وشحال من اخت كريمه كتقول لي فين كاين المحل؟ انا قريب مني الشيخ زايد، على اليسار كاين الشيخ زايد وعلى اليمين كاين محطه او لاكار ديال القطار، وكاين البلاكه قدام الباب كاتبها فيها مساج بالنحاس. راه غتجيو مقصدين يعني ما عندكمش فين. طبيعه الحال حي المحمدي مدينه يوسفيه. عرفتوا هذا المساج هذا ناري والله العظيم، الا واخا تكونوا عيانين واخا تكونوا ما كتنعسوش واخا تكونوا ما فيكمش الجوع ما عندكمش الرغبه حتى انكم تهضروا، كاين اللي كيتبلوكا ما عندوش الرغبه باش يهضر، هذا المساج ما نقولش لكم. واللي ما عندوش اللي يخدم عليه راه ممكن وريتكم عده مرات كيفاش كنخدم على القدمين ديالي. هناخد تينيسه حتى هي او مدلك، راه وريتكم فيديوهات كتار. هانتوما بنات خالتي ها اللي عندها مشاكل الرحم اللي عندها القنوات ديال مبلوكين ها فضل الله يسعدك. يعني ندلك الرجيله تبعوا لي المساج اللي كنوريكم، هو راه حتى الرجال اللي عندهم بروستات حتى هما كاينين، يعني اللي ضارك راه كاين في القدمين. خلاصه القول يعني نبعد لكم هذا الشيء، كاينه هذه رائعه هذه انتوما خدم معكم هنا باش تشوفوها مزيان. هادي كتخدم بالبطاريه بلاستيك، يعني ما عاديه، وخا كتشوفوها هكا استعمال ديالها واعر، ولكن انا كنفضل اليدين. سمعتوني هانتوما خدموا كما وريتكم ها
ونخدم الاصابع بحال هكا كل اسبوع بحال هكا، نريحو مزيان، ندوز الاسبوع الواسط الوسطى، ندوز للثالث، ندوز للرابع، نتوما راه اللي قدكم، انا نحسب الوقت باش ما نضيعوش ليكم وصافي، اما نتوما ونمشي للاعلى حتى للركبه، حتى للركبه بنات خالتي، علاش؟ باش نريح. هانتوما شتو كي كندير، هانتوما عرفتوا هاد المساج راه الجميع كيتمناه وكيتسحلاه، الله ما نكذب عليكم، هانتوما غير بالابهام، ها لا كانت شي عقده، لا كان شي عصبه ملويه، كلاكاج كنعرفوا بهاد الاسبوع هذا، ملي كنلقى شي حاجه. دابا الحمد لله البنيه راه صغيره، ما كنضغطش عليها فقط، ولكن كيعجبها هاد المساج هذا، كترتاح عليه، هانتوما. المهم دابا على بركه الله غنخدموا، دائما البريكه كتعمر ليا الزيت، ما كتبقيش تخدم، اللي كتبقى معاها تخدم. شتو هانتوما، شتو هنا ملي كنكملوا المساج. دابا البنيه ما بغيتش راكم عارفين، صافي مني تيسخن تنبدلو تنخدم، شتو كنجبد داك العياء كامل اللي تيكون في القدمين، اللي تيكون في الجسم، هانتو غير كنخاف عليه يطيح وصافي. فهمتو، هذه كتبقى شاده فيها اعشاب الداخل. النساء اللي كتجي لعندي كيعجبها الحال انني نعمل لها هاد الكؤوس هادي، هانتو معايا. كنبقاو بحال هكا الطريقه، وخصوصا كنعملوها حتى في السيقان، كنعملوها حتى في السيقان، كنبقاو غاديين بحال هكا بحال هكا، سهله حتى في اننا نطفيوها ونعملوها داخل حبات الماكين. نعاودو تاني علاش حبست، لانكم عارفين البنيه مازال صغيره ما محتاجاش مساج كتير. النساء اللي كتجي راه كنخليهم لاصقين، كنعمل لها واحد هنا واحد هنا، وكنمشي نخدم باقي الجسد ديالها حتى كنحيدهم، يعني ما كنفوتوش المده، وكنرجعوا نعملوا واحد المساج كنجمعوا به رجليات عاوتاني. هانتوما راه ساهله القضيه، هانتوما ماشي زعما شي حاجه، وما نساوش اسفل الساقين، ما نساوش هاد العمليه هادي راه مزيانه حتى تحيد لكم العياء ولي فاغيس، عمرو ما يتكونوا عندكم، لانكم دائما كتردوا كتعاونوا الدم يتمشى. جزاكم الله الف خير، اللي عجبو الفيديو يخلينا تعليق زوين ويشترك لنا في القناه، وحاولوا تشجعونا جزاكم الله الف خير، علاش؟ باش كتعاود تحمس اختكم نعيمه وتعطيكم ما هو جديد. عرفتوا هاد المساجات راه كاين اللي كاين في القدمين كاين في اليدين، مني نساو راه اللي كاين هنا كاين هنا، يعني دابا انا والبنيه عندي راه حنا مستافدين. دابا اللي كتجي عندي من النساء كتقولي علاش ما كديريش الليكات، كنقول لها راه عندي اختي قفازات، ولكن الحراره خاصها تكون بيني وبينك، هي انا خدامه لها بالمساج وفي نفس الوقت يديا حتى انا، هانتو مني نسالي او ما قدرتيش اللي يعمل لك مساج في رجلاتك حتى اليدين، ولكن افضل انهم بجوج نخدم برجليه كما وريتكم بحال ما هكا، ونبدا نخدم بحال هكا. انا دابا مرجليه هاد مشتي، ها ما نقولش لكم واحد الاحساس جميل، كاين بعض النساء اللي ما كتقدرش تهز رجليها الفوق، هانتوما عرفتوا خصوصا في هاد العفطه هادي هنا 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 هنا، هنا. كنحس بواحد الراحه، كنماسي رجليات ديالي، كنحيد العياء، خصوصا اذا درت واحد السطل فيه ماء وخل،
من غير اللي عطيتكم بيكربونات تنشط الدوره الدمويه، هذه كتستحي لينا السموم وكتريح لينا الجسم. عفانا وعفاكم الله، كنتمنى الفيديو انه يعجبكم وما تبخلوش لاختكم من نعيمه. ودي لايك خليط عليك زوين، جزاكم الله الف خير، مع السلامه.